طيب طبعا يعني احنا زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه انجاز كبير قوي لميار شريف، طبعا انجاز تاريخي حققته لاعبتنا المصريه بطله التنس بعد تحقيق امبارح لقب بطوله تشارلستون المفتوحه للتنس، وكتابه تاريخ جديد ليها في اللعبه، وكمان تقدمها في تصنيف لاعبات التنس المحترفات عالميا بعد ما كانت بتحتل المركز 164 عالميا قبل البطوله، وبعد فوزها على البولنديه كاتازكينا بمجموعتين دون رد، وبكده هتوصل للمركز 132 اللي مفروض يصدر خلال الأيام المقبلة أو يوم الاثنين. يعني مفروض المركز ده هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس، وما حصلش قبل كده أن أي لاعبة وصلت لي بالشكل ده. ميار أول لاعبة عربية تتوج ببطولة تشارلستون، والتاني إفريقية تفوز بها بعد ما وصلت الجنوب إفريقية أماندا كوتزر للقب عام 98.